تحية من جديد أجدد الترحاب بكل السادة المشاهدين الكرام، بكل متابعينا الأوفياء والأعزاء لقناة الشعب قناة شوف تي في أينما كنتم في كل مكان، مباشرة من مدينة بني ملال وبالضبط من سوق الفراخ. طيور الزينة موجودة بكثرة في سوق الفراخ، والبيروشات من كالوبسات ابتداء من 100 درهم للواحد. شوفوا في هذه الجولة الألوان الزاهية، تسمعوا التغريدات ديال الطيور، ذلك نشوفوا ستايلا الثمن ديالو كيبدا من 200 درهم. هذا كالوبسات I'm just going to go to the floor.
باقي غيش ما
خدام.